عرفتي؟ تخيل فستان جديد لعروستي ودي شي بنتي وليلة متعت قديش انحرق قلبي علي وش عملت كرماله واطلبي من رب العالمين يسامحني يا ماما بدي متحقني مدحت وشك عند الريح مدحت تأخرت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كانت عرفانة إنه ما رح تشوفه بحياتها الريه ردي علي الريه انا مدحت الريه مشان الله تسامحيني اخي ليك سامحيني يا الريه ما عم تفكر تشتغل لك شي شغلة بهالخان السنة يا آغا شغلة مثل شو؟ يعني بالحركة بركة لكن معقولة يضل الخان هيك عم بيصفير شو بدنا نعمل؟ إذا المطر السنة غرقت الموسم بكل مطرح وما طلع بدار للسنة الجاية شو بنساوي؟ عم يقولوا في ناس عم يجيبوا حبوب جلب من برا ليش ما بتحط إيدك بهالشغلة آغا؟ والله سمعت بهيك حكاية بس يعني بدك واحد يفهم بهالكار ويكون قريب من الخناصة شغلة مو شغلتنا يا أغا يا أغا يا أغا يا أغا أغا خير يا ابني خير السلطان عبد المجيد ارتحم شو هالحكي إن لله وإنا إليه راجعون مزبوط هالحكي يا ابني مزبوط يا أغا مات السلطان عبد المجيد وخلفه السلطان عبد العزيز لا حول ولا قوة إلا بالله وإمتى هالشي صار من يومين وإمتى لحق يصل الخبر اليوم وصل الخبر بالتلغراف الناس بالبلد كلها ضاجة فيه ولو انه ما كتير فايتي لنافوخي شغلة هالغراف بس اذا انت مقتنع مراد افندي بتكون الشغلة مزبوطة مزبوطة 100% والوالي عم بيقولوا اليوم بده يعلق بالبلد كله اوراق بهالشي الله يرحمنا حتى الشغلة غيروها كان المنادي يضل يومين يمشي بالحارات وينادي ليسمع الاطرش واللي صاير
هلا اذا ما بتعرف تفك الحرف ولا ما في مين يقرا لك ما بتعرف شو صاير بالدنيا. يا سامعين الصوت ها اسمعوا كنهم عم ينعوا بالمقادي. يرحمنا ويرحمكم الله. ما قلت لك يا اغا الشغله مزبوطه 100%. يلا انا بتسمحوا لي. لوين صياح اغا؟ بدي اروح لعند حدا من الافنديه اعضاء المجلس لاشوف شو التدابير. عدم مؤاخذه يعني اغا. معلش صياح اغا معلش ما بيسايل. ما حدا بياخذ زمانه وزمان غيره. الله معك. ايه دنيا طول بالك يا بي، لا تاخذ على كلامه لصياح اغا. انا مالي زعلان من صياح اغا ولك ابني. انا زعلان من هالدنيا. دنيا ما لها امان. هاي السلطان عبد المجيد ارتحم. وابوك ابوك اللي كان له صوله وجوله بمجلس الولايه صار اخر من يعلم. انت الخير والبركه يا بي، الله يديمك فوق راسنا كلنا. ما حدا حاطط على راسه خيمه لك ابني، الموت حق علينا. بس انا اللي شاغل بالي بنات اخوك مدحت. بعد ما امهم ارتحمت وابوهم دشرنا وتعلق بديال بيت حماه صار بدهم مين يصونهم ويدير باله عليهم. دول أمانة برقبتنا لازم نأمنهم. أنت سيد الكل يا بي، نحن كلنا من بعدك. أنا ما عم بحكي عن هلأ يا مراد، أنا عم بحكي عن بكرة. هدول وصيتك يا مراد، هدول وصيتك. وصيتك بعيوني يا آغا وعلى راسي من فوق وبنات مدحت بسعر ولادي. الله يرحمه يا سيدي يعيشك. والله يحمي البلد، ما كنا نهدى من غمي لغمي. هذه هي حال الدنيا. ما تخممش محمود أفندي، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بس يا أمير أهل الشام اليوم عم يتطلعوا إلكن ومنتظرين أنه تولوا أمرهم. حبس حبس من فضلك محمود أفندي، هذا الكلام الآن ما عنده حتى معنى. أنا أعتبر نفسي خلاص خلصت علي مسيرة السيف. أنا الآن في مسيرة العلم بإذن الله. عفوك يا سيدنا، قصدي أنا أقول أنه أهل الشام بيشوفوا بمسيرتك وجهادك روح الأبطال العرب وأقدامهم على الشدائد. وأنا معاهم في كل وقت إذا تلزم الأمر، صح ما نطلب لا ولايات ولا إمارات بمباركات من الفرنسيس والإنجليز ولا حتى من السلطان المعظم. بس يا سيدنا أنت اللي علمتنا نقول إنما الأعمال بالنيات. وأنا نتمنى نقابل وجه ربي طاهر مطهر من أصحاب الميمنة إن شاء الله. العفو يا سيدي، هذا اللي مليتوه علي في رسالة العزاء بالسلطان عبد المجيد، طيبتها على خاطر نرسلها غدو. نحن يا ابني يا مدحت بنريدك تكون احسن الناس. الله يديمك ويخليك يا باشا. شوف يا ابني، انا امبارح فتحت الوالي بالحكايه وبصرته ان الشام محتاجه لصنعه الطباعه واصدار الجرايد. ولما استفسر قاضي القضاة بهالامر طرحت على الموجودين بمجلس الوالي موضوع فتوى شيخ الاسلام الاسيتاني. تمام يا باشا، شو كان الرد؟ الموضوع لقى القبول من الجميع، والوالي استمهني كم يوم لحتى يبعث ويحصل على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بالباب العالي، وكلف الكيخة بهالأمر. يا باشا عدم المؤاخذة، يعني أنا خايف أنه نحن نزرعها ولما تأسمر تطلع لغيرنا. شو الحكي لك ابني، كله عرفان أني عم اسعى بهالشغلة مشانك أنت. بعدين مين بيسترجي ياخدها من صهر الواصف باشا الأواتيري؟ أنت مستقل بعمك يا ولد. العفو يا باشا العفو، مو هيك كان قصدي. خلص لك ابني خلص، بتقدر تعتبر حالك من هلأ مدير المطبوعات والبوليتيكا بالشام، بس انت حتضلي حالك انت وجماعتك لتساولنا جريدة بتبيض الوش. شو يا
البوليتيكا؟ ايه مدير المطبوعات والبوليتيكا. ايه هي مبينة. كيف يعني؟ يعني جنابك بدك توظفنا عند الوالي. شو عليه؟ المهم الجريدة تطلع. دخلك؟ مين بقى المطبوعات ومين البوليتيكا؟ ما فهمت عليك. أنا بفهمك. يعني القصة مبينة سلف وجنابك موزع الحصى السلف. أنا وأبو الحن المطبوعات وأنت البوليتيكا. هيك عم تقول يا مراد؟ يا مدحت أفندي كلمتين نضاف أحسن من تنبر حكي. الظاهر مطلوبنا من هالشغلة هو غير مطلوبك. نحنا بدنا نعمل جريدة لحتى نقول كلمتنا، لنصل للناس وننور لهم عقلهم يلي طفالهم يا العصملي، وحضرتك بدك تشغلنا عنده. لا أبدا مو هيك الكلام بنوب. الكلام اللي جرى بيناتنا إنه المهم نطالع جريدة بالحرف العربي. تشرفنا إذا طالعنا جريدة بالحرف العربي وما فيها غير فرمانات العصملي وتشريفاته، شو منكون ساوينا؟ منكون طالعنا أول جريدة بالشام وفتحنا باب جديد ما حدا سبقنا عليه. لا وانت السادق، منكون فتحنا قدام جنابك باب الباشاوية. ولا شو رأيك أبو الحن؟ والله أنا ماني مستعجل لأسبوع حدا، رح أضل مسكر الباب على حالي وصف معلقات لحتى يفرجها الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير يا أختي؟ أنا أمدرية يا آغا. أهلا 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 لطفية خانم، لا تأخذيني والله ما عرفتك. تفضلي تفضلي ارتاحي. هات شاي يا ابني. كتر خيرك يا آغا، ما بدي شي. أنا جاي لغرض واحد صار له معذبني ومطير النوم من عيوني من ليلة ما ارتاح من الدرية. الله يرحمها ويجعل مسواها الجنة. درية كانت جوهرة ما بتتعوض. الله يرحمها ويحسن إليها. كسرت لي ظهري يا آغا. موتها ضامنا كلنا يا لطفية خانم. صحيح صار لها أكثر من أسبوعين من تقلي دار الحق، بس ملايكتها حايمة حوالينا وكأنها لساتها عايشة بناتنا. مثل ما قلت يا آغا، درية صارت بدار الحق. ما قلتي لي يا لطفية خانم، شو هو الشيء اللي عم يعذبك وما عم يخليك تنامي؟ حسب ما بعرف أغراض درية كلياتهم صاروا عندك، وأنا بذات نفسي قلت لأم مدحت ما تخلي ولا وتك. يا عيب الشوم يا آغا، خيرك سابق وغامرنا من ساسنا لراسنا. أنا بالأصل ما بدي شيء. بعد ما راحت درية ما عاد في شيء له طعمي، وصرت عم شوف الموت حوالي وعم عد أيامي عد. الله يطول عمرك. الموت علينا حق يا آغا. الحمد لله رب العالمين. مشان هيك جاي مشان بري زمتي. تصفي زمتي وما في غيرك اتوجه له. تفضلي احكي. بدي منك الأمان يا آغا. عليك الأمان. تتذكر يا آغا لما مدحت أفندي حرت درية وهي حبلة لبيت أهلها؟ بتذكر. درية كانت خايفة إذا جابت بنت يطلقها مدحت. صحيح، ووقتها جابت الآغا الصغير. درية يا آغا ما جابت الآغا الصغير. نعم ما فهمت. درية خلفت بنت. الآغا الصغير مين جاب؟ يا ربي يا ربي لطفك يا رب. درية بدلت بنتها بابن وحدة بدوية.
العافية أبو محمود. أهلين مراد أفندي. شلونها؟ الحمد لله. الله الله يجيرك يا أختي. أبو محمود؟ نعم سيدي. مو هي أمها للمرحومة؟ ما بعرفها والله يا سيدي. مو أنت اللي جبتها لهون على الخان؟ لا والله يا مراد أفندي، من عبكرة ما تحركت من هون ولا دار دولابي. طيب الله يعطيك العافية. الله يعافيك. السلام عليكم يا آغا. وعليكم السلام. خير شوفي؟ شوفي؟ مو هي أمها للمرحومة؟ مني هي؟ أمها للمرحومة درية، مرت مدحت الله يرحمها. لا لا، أنت غلطان. هي وحدة مسورة طلبت صدقة وأعطيناها اللي فيه النصيب. اللي شو صار معك؟ حدا من هالأوادم سد الشي اللي عليه؟ ما حدا سدد كل مديونيته، بس في منه سدد شي من حسابه، وكلهم طلبوا إنك تدور لهم مديونيتهم للسنة الجاية. شو نحن قاعدين على مال قارون ولا فاتحين سبيل؟ عم بيقولوا يا آغا الحالة دائرة والله أعلم. ناس بطل يكون في عندها ذمة ولا أمانة. ما حدا ناكر لي عليه، بس ما حدا معه يسدد. على كل حال هي 290 مجيدي يا آغا، شرف، هدول اللي قدرت حصلهم. ضبهم بصدرك يا ابني، ضبهم بصدرك وامشي خدمي على الحمام. عاسس نفسي ضيق وكأنه في صخرة فوق صدري. مش خدني على الحمام بركي بتروح علي شوي. ليش هيك حط الزمان فيك يا أخ؟ شو عامل مع ربك حتى الله عم يجازيك هالجزاء؟ ابنك اللي كنت حاطت كل أملك فيه ما طلعت فيه الباية. ابن ابنك الآغا الصغير طلع فالصو، راحت عليك يا آغا. كل شي رسمت له بحياتك ما زبط معك. الناس اللي كانوا يحلفوا براسك ويحسبوا لك ألف حساب فضوا من حواليك وانداروا لعند صاحب الجاه والسلطان. وولادك ما بتعرف شلون رح يلاقوا لك بهالزمان. ودرية درية الله يرحمك ويسامحك يا درية، شو عملتي فينا؟ يمكن نحن قاسينا عليكي، بس اللي خبيتينا يا لبعد موتك أقسى أقسى بكتير. نعيما يا آغا، إن شاء الله انشرح قلبك ونصرف فؤادك بهالحمام. آغا خير، حاسك مهموم كتير والغم راكب على قلبك. خير مراد، حاسس حالي كأني دنيا غير دنيا. قوم معي يا آغا، قوم اتكل على الله. أغا خير يا أخ، قولي على أبي. يا أغا تعب شوي يا أغا. يا أغا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا
بيرد علي يا ادم الخيس، ما بيرد علي. يا نعمت يا يا بي قومي يا بي، بعت لي حمى عليك يا عمي. ام عبدو تعي رقي تعي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بيشربوا فرنجيه لسيدي اغا، ما زهر بتقوم تسهى بسرعه. سلامة قلبك يا اغا. قولي على قلبي يا اغا سلامتك. اخ يا ستي اخ، سيدي علي تقل كتير كتير. رد علي يا اغا. يا اغا بشو حاسس؟ مشان الله احكي لي. الله يقيمك بالسلامه يا اغا. امين يا رب امين. اغا رد علي مشان الله، رد علي. شرف شرف يا جماعة، افتحوا درب للحكيم. يلا 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 حكيم. شرف يلا. خير يا حكيم. خير يا ربي. خير يا رب يا رب. شرف خير. انت ردو انت ردو حبيبي يا ردو. تيتي جدو تعبان، طلع حبيبي خديم عبد الرحمن. خير حكيم؟ شو نايم الأغا؟ الأغا والعلم عند رب العالمين صاير معه فالش. فالش؟ بس الله لطف والفالش إجي على خفيف. شلون يعني حكيم؟ فهمنا أكثر. لأكلكم فكري، الأغا بيرجع مثل ما كان إذا أحسنتم عملته وأدخلتوا سرور لقلبه. طيب من شو إجا الفالش حكيم؟ أكيد من شي زعلي. زعلي؟ بس إن شاء الله بيقوم بالسلامة، وأنا كل يومين والثالث بشق عليه. أنتوا عليكم توصيلي وترجيعي. أمرك حكيم لا تواخذنا، غلبناك معنا. يا مو أنا رايح وصل للحكيم وجيب الدواء وأرجع، ما بتأخر. السلام عليكم. بس لو أعرف مين يلي مزعلك حتى أخذ لك حقك منه. الله يوفقك يا ستي، لا تعملي هيك بحالك. بعدين الحكيم قال دخلوا المسارة لقلبه لحتى يخف. معك حق، أنا عم زيد عليه بدل ما خفف عنه. أنا قصدي أحمل عنك. ريتني أنا ولا أنت. ولي علي عليك يا ستي، أول مرة بشوفك مكسورة. أنا مالي غير هو سيدي وتاج راسي. ندرن علي يا أدم الخير والله شاهد، إذا رجع الآغا آغا غير أعتقك لوجه الله تعالى، رح قلك يا أدم الخير روحي انت حرة. مين؟ انا عبدو، افتحي لي يا نازل. نص الليل خبيني يا نازك، خبيني. العسكر لاحقيني بدهم يبعدوني عنك. وين بدي خبيك؟ اهلي سهرانين تحت اللي بحسوا عليك. الكرب عم يفارقنا. درية ماتت، الاغا اجا فالج يا عبدو. سلامته الاغا درية الله يرحمها. سلامتك من الزعل يا نازك، أنا رايح أتخبى بمحل تاني. خاطرك؟ وين بدك تروح يا عبدو؟ Já.
عمتي 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 عمتي. شوفي فتحي عمتي، كنت عم تحكي كلام ما فهمته، كنت عم تصرخي. كان حلم. لي على حظك يا نازك، لي على حظك. عمتي لا تخافي، جدي بكره حجيب. شو يا اخونا؟ مو حاسس شغل اليوم؟ يلا يلا بس لخلص هالخسكار. والله اللي بشوفك نازل تحطيب من قلبه رب، بفتكر حقها لناطير راح يلعبك. حاجتك بقى فحط الفاس من ايدك ويلا ناكل اللقمتين. يلا بتعرف لك عبدو في سيرة سمعتها وقلت ببالي لازم عبدو يدرى فيها. شو السيرة؟ يا سيدي من اللي انت امبارح شي سمعت الصباشي عم بيحكي مع عوني اغا الضمان انه العثمانلي عم يلم عسكر على ابو جنب حتى يروح على النمرة. اهي بعرفها، واللي بده يدفع بدل بده يجمع 20,000 قرش. لك مو هيك، قال الفراري اللي بده يسلم حاله ما راح يعملوا له شي، سعره بسعر اللي راح على النمرة بهالساعة. العثمانلي بده عسكر شلون ما كان. يا الله ما احلاهم، يا ريت ابي يسمح لي البس مثلهم. انسمح لك الشيخ محمود حمزاوي تلبسي مثل هذا الثوب، خبريني. ما ظن محمود افندي يوافق على الثوب لانه ما يناسبش. ايه بس انا رح البسه محشوم من عند الرقبه. سينيورا ما لقيت استعير منك هذا الثوب لخيط مثله؟ ايه اكيد اكيد. وهذا الزوج جورنال من باريس مرسوم فيه اكثر من رسمه. انا ممنونتك كثير سينيورا. راك تريدين تصبحي كيما سينيورا؟ السينيورا ما في بجمال حدا. ثانك يو. شو هدول؟ هدول قصص. قصص؟ يعني بتحبي الحكايات؟ كثير. وكلهم مكتوبين بالحرف الانجليزي؟ والفرنسي زود. يعني انتي بتعرفي تحكي فرنسي وانجليزي وعربي كمان؟ نعم، وإذا تحبين أعلمك. مو صعب؟ كل بداية صعبة. طيب رح أسأل أبي بالأول. راني شوف الشيخ الحمزاوي في حالة صعبة. سينيورا ما لي أطلب منك طلب كمان؟ كمان؟ ما بي مشكلة، طلبي طلبي. ممكن تعلميني النغمة على هاد؟ بيانو؟ اسمه بيانو. بيانو؟ فرجيني كيف بيطلع النغم. راك تريدين تعزبين السنيورة؟ No problem. ما شاء الله. ناقص معك فعلان. مأمون دق الباب سيدي. مأمون دق باب؟ انت مطلوب نمرة هذه سنة؟ نعم سيدي. قديش عمرك؟
20 سنة سيدي. أنت بيعرف صنعات فالان؟ قوقجي سيدي. قوقجي؟ نعم قوقجي، بساوي قوق، بساوي طلبوش، بساوي طبزة. تمام تمام، أنت بيعرف صناعة قلبك لزوم عسكر فالان؟ نعم سيدي، بساوي أحلى قلبك. تمام تمام، أنت بيوقف هون لزوم شغل مخصوص. ناقص ماك فالان. سيدي أنا فراري وجاي يسلم حالي. من باكر بإذن الله أشتري لوازمة العشيرة وأشد السير يم المضارب. وتطول الغيبة هذه المرة؟ ما أدري إيش حالهم غال، وإن كانت أحوالهم زينة تراني ما أتوخر بالغد ولا الشام. مالي صبر على فراقك يا مشمل، تراني كل ما غبت عنك عدت اليوم ورا اليوم، الحين تعاود ملي نظري بيك. للحين يا شيخ. للحين يا قلبي، يوم اللي تغيب ما بشي يونسني ولا يسري عن روحي. أجرب أنسى سعد فراقك وخلي صورة رجوعك تحت شفوني. فرسك تهمي عند الباب والتعب ساكن وجهك وراسك يميل على صدري. انسى الدنيا باللي فيها. كلمتين واحدة بعد وما أسافر. لا تظلميني يا شيخ، ترى عيشتنا بالشام خلت روحي مقسومة بينك وبين العشيرة. أنا بدوية جين، وخلينا العشيرة وهم العشيرة. تراني ما أقدر أعيش دايما الدوم بالحضر، المسيار بدمي يوم من اتوخر عن الديرة. أحس كل شي بيها يناديني، صوت الحادي ورمل الصحاري وريحة الشق وطعم الزاد من يد أمي. لكني تخليت عن بلاد وكسور وأهل ولحقت بيك. أدري، وهذا برقبتي. طول ما هذا النفس يطلع وينزل بصدري تراني أنا زوجك وبيتك وهلك وكل اللي تطلبينه. لكن أنا ما أقدر أسوي اللي سويتيه بروحك، ما أقدر. مهمومة على فراق ابنك يا أم عبدو، لكن أنا شو بدي أقول على حالي؟ كم فراق بدي أتحمل؟ درية راحت، تركت هالبنات برقبتي، ومدحت راح وما عاد سأل، والآغا الله أعلم إمتى بيرجع مثل الأول. وعبدو ليش هيك عمل فيني؟ يا ريتني ما شفته ولا عرفته. تعرف الفراق صعب، بيسل البدن وبيكوي القلب. الفراق وليها يا نازك، ليش خايفة؟ عبدو قلبك فوقاني تحتاني. الله يرحمك يا دري، انتي تحكي وما افهم عليكي. ام عبدو؟ ست نازل؟ وين غرقانه يا ام عبدو؟ وقفت بالمشرقه ونزلت على الدرج وانتي مانك حاسه على شي. دخيلك لا تواخذيني يا ست نازك، كنت عم بفكر بهالولدة
اللي ضاعوا مني ومو بإيدي. واحد مشلوح بالخزدادار والتاني ما بعرف وين صفية أراضي. عيش ميت. افتحيت أمك على الخير يا أم عبدو. يا رب. أنتي عم تواسيني يا ست نازك مع أنه أنتي بدهم مني واسيكي بالآخر. الله يشفي لنا يا ويرجع لنا يا حق. آمين يا رب العالمين. يا رب. صباح الخير ست نازك. بيحب يكسر سفرة؟ أنا عم يعمل كشكة خضرة طيبة كتير، وزهرة عم يفرم بصل. زهرة عم تفرم بصل؟ إيه، أدم الخير عم يغصبه يقشر توم ويفرم بصل. بس تخلصي من هالبصل، نقيلي هالبرغل. إيه بس هيك ما بيصير. راح يصير من يوم وطالع وعلى مرأي أنا. قولي على حظك يا زهرة. بس الأغا ما صار له يومين مرضان، صاروا بدهم يستحكموكي ويزلوكي. إن شاء الله بتضلك تبكي ليل مع نهار، ما حدا رح يشفق عليكي. بعدين شو هالبصل؟ نعميه أكتر، لأنه الخشن مو طيب مع الكشكة. ما بعرف نعمه أكتر من هيك. إيه تعلمي، شو ناقصك؟ الله ينتقم منك يا أدم الخير. سرنوبة، شو عم بتبربري؟ ما في شي. زهرة؟ خلص فرن بصل؟ شو هاد؟ هيك ناس بيفرم بصل؟ خد أول مرة ما بيزبط، تاني مرة بيزبط. يلا حبيبي فرم فرم. الجماعة بده يكسر سفرة، فرنجية ما بيصير تأخرى لوقت. ما أوصيك، خلى بالك من روحك. غير رأيك بالسفر؟ أنت تدرين يا شيخ ما قدرت يوخر بعد عن العشيرة. زين خلني أروح معك. ما أظنش تحملين حر الطريق هذه الأيام، وأنا زاد ما أدري وين تصير مضارب العشيرة الحين. أي شيء أسهل علي من فراقك يا مجول. ما أتوخر عنك بإذن الله، من يتطمن على أهلي والعشيرة أعود عندش التو. تشغل خاطري عليك يا مجول. أي هذه ما هي أول مرة أسافر بيها، إيش صاير عليك؟ أشوفك خليتي عوايد حرمة البدوي. هذه المرة أحس بروحي ما هي مطمئنة. خلتش من هذا الهرج اللي ما أحبه، خلني أشوف وجهك يضحك لي قبل لا أفارق. يا جين أنت تدرين أني مجول يحبك وريدك وما يتخير عنك أحد أبد. خلى رسمة وجهك الزينة بقلبي وبخاطري. خليتش بخير. مرت عمي أنا هنية. فوتي هنية. شلون الأغا اليوم؟ إن شاء الله أحسن. منقول إن شاء الله. خلي أملك بالله كبير يا مرت عمي. تقبريني بكرة إن شاء الله بيرجع الأغا مثل أول وأحسن. الله يسمع منك. بس أنا اللي حارق لي قلبي إنه لهلأ ما عرفت شو اللي مزعله. معلش مرت عمي، خلينا هلأ نعمل جهدنا إنه نريحه ونسري عن قلبه. أصلاً أنا ما عاد بدي شي من الدنيا غير راحته وسروره، بس يا حسرتي عليه ما في شي عم يسري عنه. أنا بقول إنه بركي منجيب له الأغا الصغير يناقشه شوي. حاكم هو عنده الأغا الصغير بالدنيا. تسلمي لي يا هنية. شو إنك هنية، الأغا عنده الأولاد كله نفرت سعر. بعرف مرت عمي والله بعرف، بس معزة الأغا صغير غير شكل. اوعى تفكريني زعلانة، بالعكس الأغا صغير مثل ابني. ولا نسيتي إني مرضعته؟ لا تقبريني، ما نسيت. صدقيني يا مرت عمي، أنا المهم عندي إنه الأغا يقوم بالسلامة، لأنه البيت بدون حسه ما بيسوى شي. لا والله ما بيسوى شي.
حروح جيب الأخ الصغير. روحي حبيبتي. إن شاء الله حاكيني يا أغا. رد علي. اللي شباك. وين جبته؟ جدو حبيبي. جدو حبيبي. جدو حبيبي. مين؟ أنا خدامك ستي نازك. هيك يا عبدو؟ حتى سلام استكترت تسلم علي؟ تراني أطرش خلف شبيب يجي يقعد يمتش الوقت اللي تريدينه. وما؟ مستشا خلت العشيرة والولاد وراحت يم أهلها. أنا ومراد مالنا غير بعض. والآغا الصغير؟